هل سألت نفسك يوما عن عدد الساعات التي تذهب بدون رجعة ولا تستفيد منها؟ هذه الساعات التي تضيع هباء؟ أعتقد أنك لن تفكر في هذا على الإطلاق وأنت تلعب ببجي. هذه اللعبة في فترة قصيرة جدا تحولت لإدمان بين الشباب. منذ أيام منعت الهند اللعبة وتم بالفعل القبض على بعض اللاعبين في شوارع دلهي العاصمة، بعدما تحولت اللعبة لإدمان حقيقي، لدرجة أنه عندما أعلنت وسائل الإعلام الهندية أن لعبة ببجي تجري حالياً اختباراً للتحكم في عدد الساعات التي يمكن فيها ممارسة اللعبة، وجعلها 6 ساعات كحد أقصى يومياً. من بعدها تحول الأمر لثورة في الهند. فقط تلعب باليوم وبعدها راح تتقفل اللعبة وما تشتغل لليوم الثاني. لكن في الوطن العربي انقسم عشاق لعبة ببجي ما بين مؤيد للفكرة ومعارض لها. نتابع. إلا أن أحد المغردين أكد أنها ليست ميزة جديدة، وأنها بالفعل موجودة في أجهزة iOS 12 في الآيفون والآيباد، ويمكن استخدامها لكل التطبيقات والألعاب بوضع حد معين أو توقيت معين لاستخدام هذه التطبيقات. يومي للتطبيقات وتقدر تحط حد معين لهذا الاستخدام، ميزة مفيدة جدا خاصة لو كان عندك أطفال. خلوني أشرح لكم هي. بداية عشان نوصل للميزة، كل ما علينا أن نروح الإعدادات وبعدها بننزل تحت بنحصل مدة استخدام الجهاز، ومن هنا بنحصل كل هذه الخيارات اللي بنقدر من خلالها نتحكم في استخدامنا أو في استخدام أطفالنا للجوال. طبعا اول خيار هنا بيعطيني قد ايش بالضبط استخدمت اليوم الجوال، مثلا 3 ساعات و5 دقائق، وبيعطيني اكثر التطبيقات اللي استخدمها. سناب شات مثلا بيقول لك والله معدل استخدامك اليومي هو 42 دقيقه او معدل الاشعارات هو كذا، وطبعا بتقدر تشوف استخدامك العام للجوال ولفئات التطبيقات المختلفه. الحين اول خيار من هذه الخيارات الاربعه، عشان اذا انت عندك دراسه او شيء معين وتبغى تركز في عملك ما تبغى تطول على التطبيقات، بتقدر تقفل كل التطبيقات من هذا المكان. بتقدر تحط لك وقت معين، وقت بدء وقت التوقف، وقت انتهاء معين. خلونا نجرب الان مثلا نفعل الميزه هذه ونشوف ايش اللي حيصير معانا. بكذا بتحصل كل التطبيقات تقفلت تلقائيا، ما حتقدر تستخدمها، راح يقول لك لقد وصلت الى الحد المسموح لك به في هذا التطبيق، عشان يذكرك انك تقوم للدراسه او اذا عندك عمل معين او شيء. أما ثاني خيار، بأقدر من خلاله أحط حد معين لاستخدام التطبيقات في فئة معينة، مثلا في الشبكات الاجتماعية أبغى أستخدمها يوميا لساعتين فقط وبعدها راح تتقفل تلقائيا، ونفس الكلام للألعاب والترفيه وغيرها من الفئات. أما الخيار الثالث هو السماح دائما، بتقدر تحط تطبيقات معينة حتى لو تقفلت كل التطبيقات بتظل هذه التطبيقات شغالة، لأنها تطبيقات أساسية ومهمة زي الجوال، الرسائل، الفستام، الخرائط، وبتقدر تضيف أي تطبيق من خلال هذه الخيارات. أما رابع خيار والأخير، قيود المحتوى الخصوصية، بأقدر من خلاله إذا أنا بأعطي الجوال لطفل معين أني ما أسمح له يسوي بعض الأشياء، مثلا ما راح أسمح له أنه يحمل تطبيقات، أنه يمسح تطبيقات، أنه والله يوصل للميكروفون، يوصل للصور. فخيار مرة مفيد عشان لو بتعطي الجوال لأي طفل ما يعبث فيه وإنت ما أنت موجود. وطبعا أهم شيء إذا عندك طفل أنك تحط رمز معين عشان ما يقدر يدخل هذه المنطقة، فهذه المنطقة بتقدر منها تسوي كل الإعدادات هذه. إذا عندك طفل لازم تقفلها بكلمة سر عشان أي شخص بيبغى يعدل أو شيء ما راح يقدر لأنه في كلمة سر. أما مدمنو لعبة ببجي فتفننوا في البحث عن طرق تمكنهم من كسر ميزة تحديد وقت اللعبة وفك شفرتها. دعونا نتابع في أي أشياء فكروا.